السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي مع محافظة دينا من محافظات اللغة الإنجليزية اللي امتحنت خلال الأسبوعين اللي فاتوا، والنهارده هنحل مع بعض محافظة السويس. هنبدأ أول كويسشن مع بعض، هو سؤال الدايلوج. Will you finish the following dialogue? Sarah meets her friend Mona at the club. Sarah tells Mona that she is going to travel to England next month. يبقى هي بتقول لها إن هي هتسافر إنجلترا. Hello Mona. Hello, Sarah. How are things with you? زي ما اتفقنا قبل كده، how are things معناها how are you. قالت لها I'm going to travel to England. أنا مسافرة England. فقالت لها when are you going to travel? When are you going to travel؟ طبعا الإجابة فوق اللي هي إيه؟ next month. يبقى ممكن أقول على طول next month، وممكن أقول I'm going to travel next day next month. Plan to visit my uncle who lives there. يبقى هنا هتسألها بإيه؟ طبعا تو زيها زي بيكوز، يبقى انا هتسالها بواي. يبقى ايه واي؟ وممكن اكمل اقول واي ار يو جوينج تو ترافل ذير، وير ار يو جوينج تو ترافل ذير. فقالت لها نوت باي بلين، يبقى هاو. هنكمل على نفس الزمن بتاعنا، يبقى هاو ار يو جوينج to travel. طيب ولو حد عملها how will you travel هتبقى برضه صح. ممكن ايه لو حد عملها where will you travel هتتحسب له ايه صح. طيب هنا قال by plane. Are you afraid of flying؟ فهيقول له خايف من الطيران. هيقول له ايه؟ No I am not. No I am not. How long will you stay there؟ هتقعد هناك قد ايه؟ هنحط اي حاجه بقى، for a month مثلا، for 3 months، زي ما بيجي ايه علينا نكتب. طيب عندي هنا الكويستشن نمبر 2، عندي ديدن اني ايفري وير بمعنى كل مكان، سند يور سيلف، تيك ياخذ، ميك يصنع او يعمل حاجه يعني، وفيرب حاجه. بيقول لي ذا موبايل فون از وان اوف ذا موست امبورتنت مودرن انفنشن، يبقى واحد من اكثر من اهم الاختراعات الحديثه. It has many advantages. ليه مميزات كتيرة. As you can use it، أقدر استخدمها. ليه؟ And you can take photos with it. يبقى طبعا هنا you can use it everywhere، أقدر استخدمه في كل مكان. معلش اعذروني ممكن صوتي ما يكونش واضح، لأن أنا معلش أنا بردنا، فممكن الصوت عندكم ما يبقاش واضح شوية. And you can photos، يبقى photos هتاخد فعل take، يبقى you can take photos with it. You can also and receive emails. يبقى هتستقبل وإيه؟ وترسل. يبقى you can send and receive emails. By it. People used the telephone for a long time. Before the mobile was invented. يبقى هنا people إيه؟ طبعا أنا عندي هنا حطيت لي before، وحطيت لي هنا was invented here، ماضي بسيط مبني للمجهول، تمام. وعندي هنا في before، يبقى الفعل اللي بيجي قبل before هيبقى ماضي ايه؟ ماضي تام. طيب في ناس هيقول لي didn't use، طب ازاي هستخدم didn't وانا عندي تصريف تالت؟ يبقى طبعا عندي هنا had used. هننتقل للسؤال الثالث، وده سؤال القطع. There are lots of ways we can protect our environment. يبقى يوجد طرق كتيرة قوي عشان نقدر نحمي بيها الـ environment. And build a greener world. We can all help the environment by using less energy. يعني نقدر نساعد البيئة بإن إحنا نستخدم less energy أو طاقة أقل. For example, turn off the TV، هتقفل الـ TV and the computer at night. We have to turn off the lights when we leave a room. يبقى لما نيجي نترك غرفة هنقفل الأنوار. Also, we need to save water. So, when we water your plants, use your washing up water. يعني لما تيجي تسقي الزرع استخدم المية اللي أنت بتغسل بيها، اللي أنت بتتشطف بيها، يعني مش هتغسل بيها مواعين يعني مية الغسيل ولا هتموت الزرع. Plants are very good for your
health because plants breathe out carbon dioxide, which is a gas that we need to breathe. يبقى ليه النباتات مهمة؟ لأنها بتتنفس، بتخرج أو بتخرج الأكسجين اللي إحنا بنحتاجه للتنفس. We have to stop buying water in plastic bottles. Instead, we buy a glass water bottle so that we can use again. It's important to recycle as much as possible because recycling would reduce the waste and pollution. We can recycle all the handbags by making the leather from them into carpets. يعني ممكن كمان بيقول لي لو we can recycle all the handbags اقدر اعمل ايه؟ recycle لكل الشنط اللي عندي اللي هي طبعا الشنط القديمه by making the leather from them into carpets. ان انا اخد الجلد اللي فيهم واعمله ايه؟ واعمله سجاجيد. We need to recycle and reuse our rubbish. هعمل ريسايكل وإعادة استخدام للرمش. If we don't, we will destroy the planet. لو ما عملناش كده هندمر البلانيت. We can help keep our air, water and land clean by using renewable energy such as solar energy and wind energy. We need to understand that the environment is our home and it's important that we respect it. يعني respect it يعني نحترم. طب هنا بيقول لي to save energy عشان أوفر الطاقة. You have to the TV at night. يبقى طبعا هعمل له ايه؟ يبقى you have to turn off. يعني ايه turn off؟ يعني تقفل. You have to stop buying water طبعا in plastic bottle. هنشتريها in glass bottle. The word recycle معناها to reuse. يبقى كلمة recycle طبعا مش reduce. كلمة recycle معناها ايه؟ reuse. طب بيقول لي how can we protect the environment؟ طب هي دي موجودة بالنص في القطعة. هنشوفها كده اهوت. طبعا السؤال الاولاني ليه اكتر من اجابه، ممكن ان انا اقول by using less energy recycling our rubbish ماشي and using renewable energy. دي الطرق اللي انا اقدر اساعد بيها البيئه. Using renewable energy طبعا اي اجابه منهم هنكتبها هتعتبر صحيحه. طب بيقول لي why our plants are very good for health. طبعا لان زي ما قلنا ان plants هناخد الاجابه هنا عشان ما فيش مكان نكتبها تحت. بيقول لي because plants breathe out oxygen which is a gas that we need to eat to breathe. يبقى دي إجابة number five. Number six بيقول لي what is the importance of recycling. طبعا recycling help reduce the waste and pollution. بيقلل ال waste وال pollution. طبعا هنشيل كلمة مش هنحط كلمة because. يبقى recycling would reduce the waste and pollution. وممكن كمان نقول ان هو will protect the ايه؟ the planet. هنيجي للسؤال اللي بعد كده وده سؤال الاختيار. Choose the correct answer. The adjective of the word success. The adjective of the word success. طبعا success نحولها للاكتيف للادجكتيف باضافه الايه؟ المقطع فول وتبقى successful. The helps us to see things that are far away. حاجات البعيدة طبعا التلسكوب الميكروسكوب دي بتشوف الحاجات اللي ايه الصغيرة نخليها كبيرة. To give the opposite of the verb of the word ability. طب ability as an ادي الاوبزيت بتاعها هنحط لها المقطع سوري مش ان المقطع ان هتبقى ability in ability. We should protect our planet. Protect is similar in meaning to
طبعا بروتكت معناها كيب سيف، بروتكت معناها كيب سيف. The person who studies space is a space طبعا scientist. In the past we used traditional ways of farming. The antonym of traditional is a طبعا is modern. يبقى عكس كلمة traditional is modern. هنيجي لآخر سؤال اللي هو سؤال الجرامر. بيقول لي if Ali studies will he would pass. طبعا هنا في would ومصدر، يبقى دي الحالة التانية. الحالة التانية بتتكون من if زائد past simple، والجملة التانية would plus الفيرب في المصدر. طيب أنا عندي هنا would ومصدر، يبقى عندي هنا past simple، يبقى طبعا هتبقى studied. Has she ever؟ طب أنا عندي has وever، يبقى أنا عايزة هنا تصريف تالت. طب ايه التصريف الثالث لفيرب بي؟ اللي هو been. يبقى have you ever been مولا travel to Cairo next Friday. طيب انا عندي هنا the future، ده ايه future. طب والفيوتشر انا عارفين ان انا عندي كذا صوره للفيوتشر، ممكن استخدم present continuous لو هي ترتيبات، ممكن استخدم بالجوينج تو لو هي نيه، ممكن استخدم will ومصدر لو انا بعمل prediction، بص ممكن استخدم present simple لو أنا عندي جدول ماضي. طيب أنا عندي ديت ترافلينج، فالترافلينج محتاج حجز تذكرة وأحضر شنطتي، فدي ترتيبات، يبقى دي هتبقى is traveling في الباست كونتينيوس، في البريزنت سوري كونتينيوس، يبقى is traveling to Cairo next Friday. طيب في ناس هتقول لي يا ميس طب أنا عملتها will، في هيقول لي طب ما أنا عملتها is going to. ممكن في التصحيح كل الإجابات دي تمشي، هي الصح إنها is traveling. بس لو ممكن لو ساعات لان الاستخدامات بتاعتها قريبه من بعض فممكن تعدي اذا كانت بقى. طيب هنا بيقول لي the pyramids visit by many tourists every day every year. طبعا الجمله في البريزنت سيمبل يعني في المضارع البسيط، ولكنها هي مبنيه للمجهول، ده مبني للمجهول، يبقى هنا هتبقى فيرب تو بي، وهنا عندي البيراميدز جمع فهتاخد ار. تصريف الثالث لفيرب فيزيت اللي هو visited. I didn't go to the cinema until. طبعا until احنا عارفين انها زي after بيتبعها past perfect، had the past participle، يبقى هنا هتبقى until المفروض هنا في on. طيب انا ما عنديش هنا فاعل، إذا كان أنتوا بلغوكوا هنا مثلا إن في بعد until في subject، يعني هي لو في subject هنا زي مثلا I هتبقى التصريح بتاعها had finished. طيب لو ما كانش في I عندهم هتبقى until finishing. يبقى بال ING، يبقى I didn't go to the cinema until finishing my work. بمعنى بقى ان انا ايه ما رحتش السينما حتى انهاء الوقت. انا مش عارفه بقى اذا كان انتوا قالوا لكم في سبجكت ولا لا. بكده نكون وصلنا لنهايه اليونت الامتحان بتاعنا. هو طبعا عندي الباراجراف بيتكلم عن هاو تو بروتكت اور بلانيت، وطبعا دي حاجه حلوه جدا لان هو نفسه القطعه اللي جايه لكم في الكومبريشن، فاحنا لو نقلنا الكومبريشن هيبقى صح. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، ما ننساش نعمل لايك وتشير الفيديو، فعل الجرس ونعمله على كلمة قول عشان يوصلنا كل الدروس الجديدة. Until we meet again, goodbye and good luck.